حبايبي طلاب وطالبات الصف الخامس العلمي، السلام عليكم. اليوم درسنا بالفصل الثاني، الدرس الثامن اليوم والأخير بالنسبة للمتتابعة الحسابية، تمارين 2-2. وصلنا إلى سؤال 11، راح نكمل اليوم التمارين 11-12-13. خلصنا التمارين 2-2 ونبدأ بالهندسة، بالمتتابعة الهندسية إن شاء الله. أثبت أن مجموع أن حدا الأولى من الأعداد الفردية، أن حدا يعني عدد الحدود، هذه الأعداد الفردية. طبعا اللي عندي المطيني هو الأن، أنا أريد أثبت أن مجموع الأن حدا، هذا إحنا نريد نثبته يساوي لنا أن تربيع. وبعد والحد الأول أي إيش قاعد عندي؟ واحد. قلنا ندى الأن، لا هو أريد نثبته، هل مجموعهم أن تربيع أن حدا؟ ما أعرف كم حد، أن حدا مجهولة. أثبت أن مجموع أن حدا الأولى من الأعداد الفردية هو أن تربيع. وأريد الدي، الدي إيش قاعد عندي؟ أي حد ناقص الذي قبله، أي حد عدا الأول، 3 - 1، إذا الدي شو يساوي؟ يساوي 2. أوكي، نستخدم قانون المجموع إذا علم الحد الأول والأساس، ما عندي الحد الأخير. إذا أقول بما أن أس أن تساوي أن على أي على 2 في 2 أي زائدا أن ناقصا 1 في بي، هذا هو الشكل اللي نحكي به. نركز الآن، إذا أس أن هو أريد أثبت أن المجموع، هذا المجموع الأس أن، وهذا هو القانون، هذا هو القانون، أثبت أن أسأن. نجي الآن أسأن تساوي الآن، ما أعرف هاش قد، أنا أريدها على 2، أثبت أن مجموع أن حدا ما أعرف كم حدود لي 2i 2 في الآي إش قد عندي؟ 1 الحد الأول زائدا أن ناقصا 1 في دي، الدي إش قد عندي؟ 2. نكمل، لازم يطلع لي مجموع يساوي أن تربيع. إذن أس أن تساوي أن على 2 في 2 في 1 2 زائدا 2 في أن و 2 في ناقص 1 زائد 2 أن ناقص 2 في 1 2 بهذا الشكل، ويساوي أن على 2 في قوس 2 ناقص 2 صفر راحت، إيش يبقى عندي؟ 2N 2N ضرب الN، هذا بسط وهذا مقام يروح، ويساوي N في N، فعلا يساوى لي N تربيع. شوف قصير السؤال، ما بيه مشكلة، استخدمت قانون مجموع، هو قال جد مجموع أو أثبت أن مجموع N حدا، ما أعرف الحد الأخير لي شقيد، هو عبارة عن ما أعرف الحد الأخير، خالك 3 نقاط ويستمر. فاستخدمت قانون إذا علم الحد الأول، شوف هنا القانون، إذا علم الحد الأول والأساس، إذا علم الحد الأول والأساس، عندي الحد الأول وعندي الأساس، استخدمت هذا القانون وعوضنا وطلع لي أن تربيع، وثبت أثبت أن فعلا طلع لي أن تربيع، وكان هذه هي الإجابة. السؤال رقم 12 شو يقول؟ كم حدا يعني أن كم واحد، أن دا يحكي على أن، عندنا ندى هذا نبقى نلتزم به الكلام، كم حدا يعني الأن، الأن هنا الحل، الأن هنا مجهول هو اللي يريده، كم حدا يؤخذ من المتتابعة الحسابية الأي إيش قد؟ 25 حد الأول، الدي أي حد ناقص الذي قبله، أي حد عدا الأول 21 ناقص 25 يؤدي إلى دي تساوي 21 ناقص 25 سالب 4، وجدنا الدي
وعندي الأي وأريد الأم. ابتداء من حدها الأول ليكون أولا شرح نستخدم قانون ليكون مجموعة حتى نطيني المجموع هو. يعني أكيد رح أستخدم القانون مثل قبل شوية ما استخدمته. ما عندي الحد الأخير. إذا علم الحد الأول والأساس اللي هو N على 2 في 2A زائدا N ناقصا 1 في D. المجموع SN. SN ركزوا وياي. SN هذا شقد المجموع؟ سالب 14 تساوي الان على 2. انا اريد كم ان؟ كم حدا؟ مش قد عدد الحدود ان؟ ان على 2 مجهول. في 2i الاي ايش قد عندي؟ 25 زائدا ان ناقص 1 في دي ايش قد؟ سالب 4. هسه نشوف كم حدا راح يطلع لي. اذا هذه الاسئله الاخيره الاسئله حلوه وسهله وما فيها مشاكل. سؤال عفوا ناقص 14 تساوي ان على 2 في 2 في 25 50 زائدا سالب 4 في ان سالب 4 ان فتروح الموجب هذا يروح. شوفها سالب 4 في ان سالب 4 ان وسالب 4 في السالب موجب 4. إذا سالب 14 تساوي N على 2 في 50 زائد 4 54 ناقص 4 N. لنشوف ايش يصير عندنا. استاذ صارت أرقام وأني مدى أقدر أسيطر ومدى شوف أعلمك طريقة شلون تتخلص من المقام. ايش قد مزعج هذا المقام. أما الضربة في هذا توزع عليهم أو تضرب في العدو الخطير كل المقام. بس اتعلم هسه وزعه. خلينا نوزعه. نوزع على القوس. يعني سالب 14 تساوي ان على 2 في 54 تصير 54 ان على 2. لان هذا مقام واحد. واحد في 2 2 و54 في ان 54. هنشوف نوزعه حتى طار القلم. نوزعه بهذا الشكل يتوزع. لاحظوا. يتوزع ان على 2 في 54 هذا بسط في البسط 54 في ان 54 ان على 2 ونفس الشيء ان في سالب 4 ان سالب 4 ان تربيع لان ان في ان ان تربيع هذا 1 في 2 على 2 ويساوي سالب 14 يساوي 54 على 2 بها شقد 27 ان ناقصا 4 على 2 بها 2 ان تربيع. نجي الان نريد نحللها لهذه. انتبهوا عليها. انقل السالب لاحظوا انقل هذا للطرف الاخر يصير موجب 2 ان تربيع وانقل هذا 27 سالب 27 ان وهذا بقيته بهذه الصفحه سالب 14 شي يساوي؟ يساوي صفر. نحللها. 2 ان تربيع جايه 2 ان بان. الاشارات خلينا ننزل هذه سالب، السالب في السالب موجب، عددين حاصل ضربهم يساوي 14 وطرحهم 27 يمكن 14 بواحد. يمكن راح نغير اشاره، استاذ شلون تتاكد ان حلك صح لو خطا؟ حاصل ضرب الوسطين ان في واحد ان في سالب واحد في ان سالب ان 14 في 2 ان 28 ان لاحظوا 28 ان ناقص ان 27 ان موجب بينما هنا شنو سالب فهذه راح اغيرها اخليها موجب وهذه شو تصير تصير سالب بالله خلينا نشوف هسه شوف ان واحد في ان ان وسالب 14 في 2 ان سالب 28 ان وزائد ان سالب 27 ان اما
2 ان زائد 1 شي يساوي 0 يؤدي الى 2 ان شي يساوي سالب 1 يؤدي بالقسمة على 2 ان تساوي سالب 1 على 2 لا ينتمي الى الاعداد الطبيعية يهمل يهمل هذا ما اريده او ان ناقص 14 شي يساوي 0 يؤدي الى ان شي يساوي 14 هذا هو الحد الرابع عدد الحد شي يقول هو شي يقول شوف 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 كم حدا يؤخذ من المتتابعة الحسابية ابتداء من الحد الأول ليكون مجموعها سالب 14 هذا مجموعها سالب 14 طلعنا أن 14 حد أخذ مجموع يساوي سالب 14 طلع لي بالضبط 14 حد أيضا مجموعهم شو يساوي سالب 14 ابتداء من الحد الأول ودي طلع لي هنا سالب متناقصة وطلع مجموعهم الحد يعني 14 حد طلعنا احنا سوينا استخدمنا القانون اللي بيه الحد الاول والاساس المتتابعه هذا قانون الثاني لان ما عندي الحد الاخير وعوضنا بدل الاي 25 هنا 2 في 25 ان ناقصا 1 الدي سالب 4 انا اسوي ضرب مثل النجمه حتى تميزها عن الاكس وان على 2 2 في 25 50 طبعا ضربنا القوس بعدين جمعنا ووزعنا الان على 2 على القوس بالضبط توزع وكان هذا الناتج صفرناه وسويناه تجربة وطلع لي ان شو يساوي 14 شوف هذا السؤال الاخير سؤال 13 جد مجموع الأعداد أريد مجموعهم المحصورة بين 100 و 400 الحل وتقبل القسمة على 3 بين 100 و 400 يلا يا عدد بين 100 و 400 يقبل القسمة على 3 لو بس أعرف أول واحد أضيف له وراء 3 بس تعرف أول واحد ضيف له وراء 3 لأن كل 3 يعني يقبل القسمة إذا ضفت مثلا 3 وضيف لها 3 6 ضيف لها 6 يقبل القسمة على 3 أي شيء أضيف له 3 يقبل القسمة على 3 5 زائد 3 مثلا شوف هنا بس هنا 5 ما يقبل القسمة على 3 لازم أول واحد يقبل القسمة على 3 البقية بس أضيف له 3 يقبل القسمة فبس أول واحد لون طلعه ورا 100 يقبل القسمة على 3؟ لا 101 أكيد ما يقبل 102 ما بيها يعني نجرب 102 102 على 3 10 على 3 10 على 3 بيها 9 بيها 3 عفوا 3 في 3 9 يبقى 1 إش نزلنا 12 على 3 بيها 4 4 في 3 12 إذن 102 الحد الأول شقيت عندي 102 جد مجموع الأعداد الصحيحة بين 400 والمية وتقبل القسمة على 3 هسا وجدناها 102 وراء 102 ضيف لك 3 105 تقبل ضيف 3 105 ضيف 3 إلها 108 وهكذا كلهم يقبلون القسمة على 3 إلى أن أصل إلى 400 ما تقبل القسمة قبلها قبل 400 399 قبل مبين من الرقم 399 يقبل شوف التسعة تقبل والتسعة تقبل والثلاثة تقبل شوف أنت شلون تعرف يقبل القسمة على 3 اجمعهم 1 و0 و2 12 اجمع واحد شوفها يعني 10 1 و2 وخلي واحد يم الثاني صار 1 يعني 10 و2 12 يقبل القسمة على 3 10 و5 15 يقبل القسمة على 3 10 و8 18 يقبل القسمة على 3 بس اول واحد طلع خلاص وراها عادي نجي الان الحد الاول ايش قيد
أريد ندى. يقول جد مجموع الأعداد الصحيحة، إذا أحتاج أن أول شيء وبعد المجموع، هو يريد مجموعهم. الأي 102 بعد، وال الدي أي حد ناقص الذي قبله، 105 ناقص 102. إذن ويساوي 105 ناقص 102 بهجيت 3، وجدنا الدي. الآن مجهول، الآن بقى مجهول عدد الحدود، أريده أحتاجه. شلون أجد عدد الحدود؟ أروح وين دائما؟ الآخر حد. قلنا عندي مثلا طلاب، أجي أحسبهم 1 2 3 4 5 6، آخر واحد شقيت 6، يعني عددهم شقيت 6. إذا آخر واحد اللي هني اليوان، اليوان شقيت 399، هذا آخر واحد. أجي الآن أستخدم القانون، شو يقول القانون؟ بما أن UN شي يساوي لنا أي زائدا N ناقص واحد في D، أريد قيمة N. إذا ألقى قيمة N أقدر أطلع قانون المجموع. إذن أول شيء راح أجد قيمة N، عندي الحد الأول 102، لأن بعد المية، المية ما يقبل قسمة على 3، والمية واحد جربها ما يقبل، شفنا المية واثنين تقبل، اجمعهم 10 و2 12 10 و5. نجي الآن اليو أن شقد مطيني إياه؟ 399، شي يساوي الأي شقد عندي؟ الأي 102 الحد الأول زائدا الأن مجهولة ناقص واحد في الدي، الدي شقد عندي؟ 3. أنقل هذا للطرف الآخر، 399 ناقصا 102 شو تساوي لنا؟ 3 في ان 3 ان ناقص 3 في 1 3، 9 ناقص 2 7، 9 ناقص 0 9، 3 ناقص 1 2. أعيدها، 9 ناقص 2 7، 9 ناقص 0 9، 3 ناقص 1 2 تساوي 3 ان ناقص 1 ناقص 3. أنقل سالب 3 للطرف الآخر، 297 زائدا 3 شو تساوي؟ 3 أن. إذن 3 أن تساوي 297 زائد 3 300. إذن أن تساوي 300 على 3 300 على 3 ويساوي 100. 100 عدد الحدود ايش قد؟ 100. جد مجموع الأعداد الصحيحة المحصورة بين 100 والأربعمية وتقبل القسمة على 3 يبدو أنه 100 عدد طلع عندي. أوكي، 100 عدد طلع عندي. نجي الآن جد مجموعهم، رأساً القانون، بما أن SN تساوي أي زائدا N ناقصا واحد في D، SN أني أريد مجموعهم. الأي شقد عندي؟ هذا هو القانون، الأي هو الحد الأول 102 زائدا الN 100 ناقصا واحد في D، D طلعنا شقد هو عند D؟ 3. إذن ويساوي 102 زائدا 100 ناقص 1 99 في 3 297. خلك تبعد 99 أحسن، 99 في 3 وتساوي 102 زائدا 3 في 9 27، 3 في 9 27 و2 29 وتساوي 2 و7 9، 9 و0 9، 2 و1 3. طلع لي 7 و2 9، 9 و0 9، 2 و1 3، طلع لي مجموعهم 399.
هذا انتهى السؤال الأخير وانتهت المتتابعة ومجموعها الحسابية. وأبدأ إن شاء الله الدرس القادم بالمتتابعة الهندسية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.